يحضرون لعرضهم المسرحي ويستعدون لعودة لا يبدو أنها قريبة. فجائحة كورونا وبقوة الحجر الصحي أقفلت قاعات المسارح لعام كامل وفرضت بطالة قسرية على مئات العاملين في هذا القطاع. هذا رشيد ممثل ومخرج مسرحي يطلق صرخة استغاثة. وجد نفسه وفرقته دون عمل منذ سنة، وهم اليوم يطالبون بإعادة فتح المسارح. افتحوا المسارح بالمرة. عجيب جدا أنه كيفاش الشرطي يشتغل والطبيب يشتغل والعامل يشتغل والمهندس يشتغل والفنان، وأخص بالذكر الفاعلين المسرحيين جالسين أكثر من 12 أو 13 شهر. شكون اللي سول فينا؟ وحنا الحمد لله نقدروا ما تكونش حياتنا الماديه مزيانه، ولكن الكرامه عندنا اكبر رصيد، والمعرفه ديالنا اكبر رصيد واكبر تاج فوق ريوسنا. يتردد المطلب ذاته على لسان معظم المشتغلين بالفن، فعوده المسارح الى العمل ليست ترفا فنيا، ولكنها بالنسبه لكثير من الفرق المسرحيه مساله حياه وباب رزق لا بديل لهم عنه. نحن نتفهم يعني الوضعية الوبائية، ولكن أيضا الأمر يتطلب من جهة أخرى أن تكون هناك حلول بديلة، لأن أيضا مجال المسرح والفنون الحية هو مجال ثقافي فني يشغل العديد من ويخلق العديد من مناصب الشغل، وفي نفس الوقت هو مجال يعني لمجال ثقافي ينبغي أن يستمر وأن يتعايش بدوره مع الجائحة. عرفت هذه الحملة مشاركة عدد كبير من الفنانين والمثقفين من المغرب والخارج. الضرر كبير إذن، وأسباب استمرار غلق المسارح وقاعات العروض لم تعد ضاغطة كما كانت. يقول أهل المسرح في المغرب ومعهم جمهور عريض ينتظر بأمل ورجاء نهاية الكابوس وعودة الحياة لطبيعتها. يوسف البقالي، العربي، الرباط. ونرحب معنا من الرباط بالمسرحي والباحث في الفنون التراثية عبد المجيد فنيش. أهلا وسهلا بك معنا سيد عبد المجيد. بداية، إلى أين وصلت هذه المطالب المرفوعة لإعادة فتح المسارح في المغرب؟ هي مطالب متكررة بصيغ متنوعة كذلك، لكن قبل الإجابة بالتفصيل دعيني سيدتي أشرح أمرا، وهو أن المملكة المغربية أخذت مواقف جد ناجحة في تطويق تداعيات الجائحة ووصلت إلى نتائج حميدة، لا على مستوى نسب الإصابات ولا على مستوى نسب الملقحين. الآن بدأ بعض الانفراج في الساحة رغم مؤشرات سلالة ثالثة أو موجة ثالثة. موازاة مع كل هذا، يجب أن نعترف أن الوزارة الوصية على الثقافة عموما والمسرح على وجه الخصوص كانت قد اتخذت منذ 8 أشهر قرارا بدعم ترويج عدد كبير من العروض المسرحية، لكن طال انتظار متى يتم التنفيذ. التنفيذ فيه إشكال، وهو مربوط بما بمسطرة قانونية. نحن نقول يجب أن ننضبط إلى المسطرة القانونية، نعم، لكن في ظل الانفراجات التي حصلت الآن، بمعنى هناك إمكانية تقديم العروض ولو في الحدود الدنيا من القدرات الاستيعابية لفضاءات العرض سواء المغلقة أو المفتوحة. نحن نتوقع أن يكون الأمر قد تم أمس قبل الغد، هذا طموحنا، لأنه كما قال الأخ مسعود بوحسين في الروبورتاج، هذا مسرح ينتمي إلى الفنون الحية، بل هو سيد الفنون الحية، ولا يمكن أن نتصور عروضا أمام كراسي فارغة. لذلك نقول نحن مع الحفاظ على وتيرة تطويق الجائحة، ويجب أن ننخرط جميعا في هذا المسعى، لكن
هناك إمكانية تقديم العروض أمام جماهير بنسبة معينة 10% من الحمولة العامة للقاعات، لا أظنها إلى أنها ستؤثر سلبا على مواجهة الجائحة. سيد عبد المجيد، اليوم يعني بعد عام تقريبا من إجراءات الإغلاق، المتضررون كثر، هل تعتقد أن الخسائر يمكن تعويضها لو بالفعل عادت الحياة إلى سابق عهدها، أم أن الأمر بحاجة إلى القرارات ربما واضحة وصائبة تتخذها وزارة الثقافة في هذا الإطار؟ نعم، الدولة المغربية اتخذت قرارا على المستوى المادي بحكم أن الفاعلين في المسرح عاشوا شهورا من المحنة، فلجأت إلى تمكينهم من دعم قد وصل إلى مليونان دولار على عدد من الفرق مقابل أن تقدم العروض لاحقا. السؤال هو لاحقا متى؟ الانفراج الآن في الدراسات والإحصائيات في المغرب، هناك أمل في أن يتم هذا الأمر في منتصف شهر يونيو حزيران أو بعده في أقصى حد في يوليوز تموز، نأمل كل هذا، ولكن مع ذلك الحاجة ماسة الآن من الجانب النفسي بعد الجانب المادي، وهي أن يلتقي الجمهور ولو بنسب قليلة جدا مع الفرجة المسرحية الحية، بحكم أن تسجيل المسرح وتقديمه على وسائط الاتصال عن بعد لم يعطي النتائج النفسية التي يجب أن يصل إليها العرض المسرحي. الحاجة الآن ماسة لعيادة طبية اسمها المسرح، يجب أن تتم بطريقة مباشرة ودائما نلح وتحت سطر أحمر في ظل الشروط الاحترازية والوقائية المعمول بها في الكثير من المرافق والتي تعرف الآن التواصل المباشر. وصلت الفكرة، وأشكرك جزيلا الشكر من الرباط، المسرحي والباحث في الفنون التراثية عبد المجيد فنش.